هاي جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. اهلا بكم قناتي على اليوتيوب. انا روان داش. وجايز انتوا وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. لازم ابدا اتنفس شويه في بدايه الفيديوهات لانه بقعد اتكلم وبقعد ارغي وبنسى اني اتنفس. المهم انا عارفه ان انا بقالي فتره غايبه عنكم، ولكن ان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه هيكون في فيديوهات تجنن. وانتوا عارفين انه انا ما بحبش اقطع عنكم، لكن بيكون غصب عني. سو صدقوني ان شاء الله الفتره الجايه هحاول على قد ما اقدر اني ما اقطعش خالص. والفتره الجايه بالذات يا جماعه هيكون في فيديوهات تجنن. سو اتاكدوا انكم تكونوا عاملين سبسكرايب علشان ما يروحش عليكم ولا فيديو. تاني نسيت اتنفس. طبعا زي ما انتوا واخدين بالكم اوريدي في لون بنفسجي كتير في الكاميرا، يعني في كده بنفسجي في وشكم اول ما تفتحوا الفيديو، النور اللي ورايا بنفسجي، التيشيرت بتاعي بنفسجي. هو بصراحه ده مش التيشيرت بتاعي، ده التيشيرت بتاع اخويا وانا سرقته منه علشان الفيديو ده. وده معناه اكيد انه النهارده هيكون تحدي يوم كامل باللون البنفسجي. هناكل حاجات لونها بنفسجي، هنشرب حاجات لونها بنفسجي، هنعمل النهارده كل حاجه باللون البنفسجي. كل حاجه في الحياه هتكون بنفسجيه. اوكي ايدي تعبت جدا من الكاميرا لانه الكاميرا بصراحة تقيلة، فحطتكم هنا على الترايبود. وقبل ما نبدأ الفيديو اكيد جايز في تعليقات النهاردة من البنتين الجمال دول، عايز اقولهم شكرا من كل قلبي على كلامكم اللي جنن، وانا بحبكم قد الدنيا كلها. ولو انتوا حابين ان التعليق بتاعكم انتوا يطلع معايا في الفيديو اللي جاي، كل اللي عليكم تعملوه هو لايك على الفيديو، سبسكرايب لقناتي، وتفعلوا جرس الاشعارات. حرفيا جرس الاشعارات ده مهم جدا لانه هو اللي بيعرفكم انه انا نزلت فيديو. واخر حاجة اكيد طبعا انكم تكتبوا كل تعليقاتكم اللي تجنن تحت في الكومنتس، هختار منها تعليقين وهيطلع معايا في الفيديو الجاي. وبس جايز دلوقتي خلونا نبدا الفيديو ونعيش مع بعض يوم كامل باللون البنفسجي. ليتس جو. اوكي يا جماعه، سو اول حاجه بصراحه بحس ان هي محتاجه تغيير شويه هو الميك اب. الميك اب مظبوط وكل حاجه، بس مش حاسه خالص ان هو مناسب للفيديو لان ما فيهوش ولا نقطه بيربل. فعلشان كده عندي هنا الباليت دي، اكيد شفتوها قبل كده في تحديات الالوان بتاعتي، دايما بستخدمها لانه فيها كل الالوان. فهاخد منها شويه من اللون البنفسجي اللي هنا ده واحطه فوق عيني علشان نعمل كده حركه للفيديو. هحاول ما احطش كتير لانه البنفسجي اللي فوق العين ساعات بيبقى عامل زي كانه الواحد واخد بوكس في عينه. شوفوا يعني حاجه خفيفه قوي. بدا يبان اهو شويه. اوكي كده الميك اب بقى شكله احلى بكتير لانه لايق كده مع التيشيرت، ويعني حبيت. مش عارفه ايه دخل الرموش باللون البنفسجي، بس بحس لو حطيت رموش هيطلع احلى. حاسه ان شكلهم حلو قوي، سو هحط رموش. لقيت برضو عندي الليبستيك ده اللي هو جاي شويه على موف، فحبيت اني اجربه معاكم هنا ونشوف يعني لو هيطلع حلو ولا لا. لونه حلو. اوكي مش عارفه ليه بجد، بس بعد ما كملت الميك اب حسيت انه بقيت متحمسه اكتر بكتير على التحدي ده. فيا هو ده شكل الميك اب، حبيت اوريه لكم كده من قريب علشان تشوفوه احسن. وانا كده بقيت جاهزه للتحدي بتاع النهارده، كل حاجه بقت جاهزه تقريبا، لابسه لبس بنفسجي، مكياجي بقى بنفسجي، باقي حاجه واحده بس وهي اهم حاجه في صباحي وهي اكيد الكافي. هتقولوا لي روان ازاي هتشربي كافي والكافي لونها بني مش بنفسجي؟ جايز تخيلوا لقيت ايه. من كام يوم كده شفت انه دانكن دونتس عاملين كافي لونها بنفسجي، انتوا متخيلين؟ بصراحه الاعلان ده هو اللي شجعني ان انا النهارده اعمل الفيديو ده. سو طلبت الفيديو فانا طلبتها مستنياها تيجي. سو اول ما تيجي هفتحها معاكم ونشوفها ونجربها مع بعض. A few minutes later. اوكي جايز، سو الكافي وصلت واخيرا. بجد انا متحمسه جدا من ساعه ما شفت الاعلان وانا نفسي اجربها. او ماي جاد جايز، شايفين ما احلاها؟ حرفيا كافي لونها بنفسجي. ومع الكافي كان في برضو الدونت دي بتيجي معاها. واو جايز شايفين ما احلى الدونت؟ الدونت حرفيا نفس اللون بتاع البلوزه بتاعتي بالظبط، يعني شايفين طبق الاصل. سو يا هو ده هيكون فطاري للنهارده، دونت على شكل نجمه باللون البنفسجي وكافي باللون البنفسجي. مش عارفه لو دي احسن حاجه اعملها في حياتي انه اكل دونت الساعه 11 الصبح، بس اوكي. او ماي جاد جايز شوفي من جوه بنفسجي. طعمها غريب، تحسوا ان طعمها جوز هند او حاجه كده غريبه مش عارفه.
اعتقد والله اعلم ان الدونت دي بنكهة جوز الهند لانه طعمها غريب، طعمها جوز هند قوي بس مش عارفة. المهم ان هي طعمها يجنن وانا بصراحة هديها 8 من 10. دي هنحطها هنا وهكملها بعدين لانه بصراحة اخر حاجة عايزها في حياتي اني اكل دونت بكمية السكر دي الساعة 11 الصبح. اوكي دلوقتي خلونا نجرب الكافي لاني فعلا متحمسة جدا. يا رب الكافي ما تبقاش هي كمان بنكهة جوز الهند. ريحتها غريبة، ريحتها مش كافي خالص، يعني خالص ابدا. المهم خلونا نجرب. ايه ده؟ اوكي للاسف المشروب ده طلع زي ما انا كنت متوقعة بالظبط، شكل على الفاضي. طعمه غريب قوي ومش مفهوم ابدا، ما تعرفوش ده ايه، يعني ده جوز هند، ده حليب، ده زبادي، طعمه كده لبن، فاهمين انتوا؟ يعني طعمه مش كافي خالص، هو مش كافي. المهم هو ده كان فطاري المتواضع اللي هو اصلا ما عجبنيش وما طلعش حلو بس عادي ما علينا. الدونت كانت حلوه قوي. دلوقتي اللي هنعمله انه هنروح مع بعض على السوبر ماركت ونحاول ندور على اكلات باللون البنفسجي. حاسه ان الموضوع هيكون صعب شويه لانه في العاده لما بخرج ما بحسش ان انا بشوف اكل كتير باللون ده، ولكن هو ده التحدي بتاع النهارده. اوكي يا جماعه، سو طبعا قبل ما انزل على السوبر ماركت لازم اتعطر زي كل يوم. على فكره انا من الناس اللي بيتعطروا حتى وهم قاعدين في البيت، فاكتبوا لي تحت في الكومنتس لو انتوا كمان كده. المهم خلونا نشوف لو في عندي عطور بنفسجيه، اعتقد انه عندي كتير، سو خلونا نشوف. ده يا جماعه اكتر مكان بحبه في الاوضه كلها اللي هو العطور بتاعتي والبودي سبريز وكل الحاجات دي. اول حاجه شايفاها انا قدامي هو العطر ده، هو لونه طالع في الكاميرا مش بنفسجي قوي بس هو في الحقيقه بنفسجي. بعد كده في عندي العطر ده برضو بنفسجي. في برضو عندي البرفيوم ده، وده بحس ان هو اكتر واحد بنفسجي، يعني يا اما ده يا اما ده. وبعد تفكير عميق استمر لمدة دقيقة ونص اخترت ده في الاخر لانه حقيقي ريحته تجنن. وريحته تحفة. وبما انه ده تحدي اللون البنفسجي فاكيد اكيد اكيد مش هكمل الفيديو بالمنظر ده. التحديات دي بجد بحب اعملها من قلبي، يعني لو اطول اصبغ شعري بنفسجي دلوقتي صراحة هصبغه. على فكرة امبارح وانا في المول شفت واحدة في اتش ان ام كان شعرها بنفسجي وكان يجنن، فالله اعلم ممكن يوم كده تلاقوني بشعر بنفسجي. اقول لكم حاجة حلوة، لو وصلتوا الفيديو ده ل 100,000 لايك اوعدكم انه هصبغ شعري في يوم من الايام بنفسجي، سو انتوا حظكم. المهم عندي البوكس ده اللي جنن، شوفوا اصلا ازاي لونه حلو قوي. شوفوا جايز احلى ما في الموضوع. واو جايز شوفوا ما احلاه. شوفوا طبعا في 3 الوان من البنفسجي لكن انا عاجبني اللي في النص ده، وهنقول 1 2 3. جايز خلصت، شوفوا ما احلى شكلهم، شكلهم حرفيا طلع يجنن. على فكره اول مره احط اللون ده على ضوافري وبجد عجبني جدا، وكمان قلت اعمل حركه شويه فخليت ده يكون اغمق وكمان ده يعني كده حركه حسيتها حلوه. المهم دلوقتي بقى بجد بجد المره دي خلونا نروح على السوبر ماركت وندور على اكل باللون البنفسجي، سو يلا بينا. اوكي جايز وصلت على السوبر ماركت دلوقتي وزي ما انتم شايفين كل حاجه باللون البنفسجي، سو دلوقتي هحاول الاقي وادور على اكل باللون البنفسجي، سو خلونا نشوف. عايزه اقول لكم بالمناسبه ان انا اوريدي لقيت ترمس الشاي ده اللون بنفسجي، فمش عارفه اجيبه ولا لا، بس ما اظنش بصراحه ان انا هحتاجه في اي حاجه لاني اصلا مش بشرب شاي. عايزه اقول لكم كمان انه التحدي ده المختلف فيه ان هو مش بس هيكون اكل باللون البنفسجي، هيكون كمان كل حاجه في الحياه هستخدمها هحاول ان هي تكون باللون البنفسجي. سو اول حاجه لقيتها هوريها لكم دلوقتي، كنت محتاجه معطر جديد للتويلت بتاعي، سو لقيت دي وشكلي هاخدها لانه شكلها حلو قوي وكمان لونها بنفسجي، سو هاخدها. فهي دي اول حاجه معانا النهارده. هناخد شوكليت من دي. او ماي جاد جايز مين فاكر المصاصه دي كنا بناكلها زمان واحنا اطفال، هي كده على شكل خاتم، سو هاخد واحده منها باللون البنفسجي. شوفوا لقيت ايه، سكيتل باللون البنفسجي. على فكره دي اول مره اشوفها فمش عارفه هي جديده ولا لا، بس في كذا لون مش عارفه هما نفس الحاجه ولا لا، بس هاخد دي. لقيت برضو ده اللي هو كيك كده بالشوكليت لونه بنفسجي، سو هاخد واحد. ومن قسم الشيبس لقيت الشيبس ده اللي هو لونه بنفسجي بس برضو فيه ده، فانا مش عارفة اي واحد فيهم اللي شكله بنفسجي اكتر، اعتقد ده تحسوا ان هو اقرب من لون البلوزة اللي انا لابساها، سو هاخد ده.
احلى حاجه في التحدي ده يا جماعه انه في فيمتو، انا بعشق الفيمتو واكيد هاخد واحد. ولقيت برضو الزبادي ده فهاخد واحد اجربه. انا مش عارفه العنب ده لونه بنفسجي ولا لا، بس اعتقد ان هو بنفسجي، سو هاخد برضو واحد. اوه ماي جاد جايز، شوفوا لقيت ايه، دي يمكن اكتر حاجه بنفسجيه في الفيديو كله. اعتقد انه ده بيتعمل سلطه، سو خلونا نشوف. ياي او ماي جاد شكلها يجنن جايز، شوفوا كل الحاجات، حرفيا كل حاجه لونها بنفسجي. اوكي سو هي دي كل الحاجات اللي عندي في السله لحد دلوقتي، وشوفوا ما احلاهم كلهم كده لونهم بنفسجي، شكلهم يجنن. الناس بجد بتبص لي كاني واحده حرفيا مجنونه، كل حياتي باللون البنفسجي. اكيد بيقولوا دي واحده عاشقه اللون البنفسجي، يعني واحده كده غرامها اللون البنفسجي. اوكي اعتقد ان انا دلوقتي هطلع على الكاشير لانه خلاص جبت كل حاجة تقريبا. كيوت، شوفوا جايز كيوت قوي. 3 hours later. واخيرا جايز رجعت على البيت، وبقول لكم واخيرا لانه فعليا اخر فترة بقيت بحب جدا جدا اقعد في البيت. في الاول خلوني اوريكم كفر السرير الجديد اللي حطيته باللون البنفسجي. جايز شكله يجنن، على فكرة هو في الكاميرا طالع بينك اكتر، لكن فعليا هو لونه بنفسجي وشكله حلو قوي، وحسيته مناسب جدا مع الفيديو ده ومع الاضواء وكده، اجواء رومانسية بيربلية حلوة، دي بيربلية المهم يعني فهمتوا الموضوع. وطبعا هنا عندنا كل الحاجات اللي جبتها النهاردة من السوبر ماركت، طبعا كل حاجة باللون البنفسجي. انا عندي سؤال يعني بليز، هو انا ازاي ممكن اعمل اكلة من الملفوف ده؟ بليز حد يقول لي. حرفيا يا جماعة ما عنديش اي فكرة ايه اللي ممكن اعمله بالملفوف ده، هو بس اللي اعرفه انه شكله حلو ولونه حلو، علشان كده جبته لانه لايق مع التحدي. هحاول اني مثلا اعمل منه سلطة او حاجة، هنشوف في الفيديو، بس يعني ما اعتقدش، فما ترفعوش سقف طموحاتكم قوي. المهم سو هي دي كل الحاجات اللي جبتها من السوبر ماركت، هنا عندنا كل الحاجات، وهنا عندنا الملفوف ده القد راسي حرفيا. اوكي بصراحة لسه مش عارفة هاكل ايه في فيديو النهاردة، حسيت انه كل الحاجات اللي جبتها النهاردة من السوبر ماركت كانت حلويات تقريبا، سو على ما افكر واعرف انا هاكل ايه، عايزة اجرب اللي هي اللي هوريكم. هي دي اللي انا حابة اجربها، دي بنكهة الكرز، او الكرز والفانيلا، يوم شوفوا شكلها، هي حرفيا كرواسون. يوم جواها كده مربة كرز مع كريمة الفانيلا، طعمها خرافي صراحة. دي يا جماعة هديها 10 من 10، وبس هكملها دلوقتي لحد ما افكر شوية واشوف انا هتغدى ايه النهاردة وارجع لكم تاني. اوكي جايز سو طلبت اكل من برا، واخيرا لاني فعلا هموت من الجوع، وبصراحة كده يعني عشان اكون صريحة معاكم انا فقدت الثقة في نفسي ان انا اعمل اكلي النهارده، سو عشان كده طلبته من بره. وبالمناسبه كمان غيرت التيشيرت بتاعي، هو يمكن ما يكونش باين على الكاميرا ان هو ليه علاقه باللون البنفسجي، ولكن هو بنفسجي، هو لونه كده بنفسجي فاتح، فعلشان كده غيرته ولبسته يعني تجديد. جاء على بالي دلوقتي جدا اني اعمل اجواء حلوه في الاوضه، فاكيد الاجواء الحلوه عمرها ما تكمل من غير شمعه، وانا عندي بالصدفه الشمعه دي من باث اند بودي وركس اللي لونها بنفسجي اكيد، فهولعها دلوقتي ونقعد كده كلنا في اجواء هاديه رومانسيه حلوه. المهم ياي، وبقى عندنا هنا الشمعه، قلت بجد اني لازم اوريكم الاجواء والانوار كلها مطفيه مع الشمعه، شوفوا الريلاكسيشن، شوفوا بس ما احلى الاوضه كده، وتحسوا ان هي هدوء. جيت هنا عند النور علشان تشوفوني، بس يا كنت بقول لكم ان دي الاجواء المفضله بالنسبه لي، وتقريبا اصلا انا عايشه كل يوم حرفيا في الاجواء دي اللي هي شمعه نور مطفي، انا كده مبسوطه. واخيرا جايز الغدا وصل، هو ما بقاش غدا، هو بقى غدا وعشاء لانه اصلا الشمس خلاص راحت. يام 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 يام، طبعا انتم مش عارفين ايه ده، هوريكم دلوقتي. وغدايا النهارده هيكون ريزوتو، شوفوا ما احلى شكله جايز، والريحه تجنن. اللي ما يعرفوش ايه هو الريزوتو، هو عباره عن رز مع وايت صوص او الصوص الابيض، وبيكون معاه مشروم وفراخ، وطبعا لان هو لونه ابيض فهنلونه النهارده عندي لون الطعام ده باللون البنفسجي. هاخد شوية صغيرين من اللون وهحطه على الريزوتو، مش عايزة احط كتير علشان الطعم ساعات بيتغير لو حطيته لون كتير، حط بس كمان شوية ونبدأ نخلط. واو
صراحة يا جماعة متوقعتش ابدا انه هيكون شكله يجنن قوي كده، شكله حلو قوي بجد. وطبعا عندي كمان الكوباية دي اللونها بنفسجي اللي فيها عنب، ممكن اكله كسناك بعد الاكل. وكمان عندي اكيد الفيمتو، ودلوقتي لازم ابدأ اكل لاني هموت من الجوع وريحة الريزوتو ده تجنن. فدلوقتي خلونا نجرب الريزوتو باللون البنفسجي. ولا غلطة يا جماعة، طعمه فظيع صراحة، 10 من 10، 20 من 10. المهم دلوقتي هكمل أكلي وأرجع لكم لأني فعلا فعلا جعانة جدا. So yeah، هشوفكم بعد الأكل. Okay guys، so زي ما شايفين في اختلاف شوية في اللبس، في كمان اختلاف في الميك اب لأني شلت الميك اب، مع إني بعشق الميك اب جدا وبحب أتفنن وأحط ومش عارفة إيه وحركات، لكن فعلا فعلا ما بتحملش الميك اب كتير على وشي. وكمان خدت شاور سريع، وطبعا دلوقتي هتسألوني روان خدتي شاور بإيه يا ويلك لو غشيتي؟ هقول لكم إنه أنا ما غشتش، خدت شاور بالداركست اللي هو لونه بيربل أكيد بنفسجي، أصلا شوفوا إزاي قرب يخلص، ف هضطر بعد كده اني اجيب واحد جديد لاني بحبه جدا. وبعد الشاور حطيت الكريم ده برضو اللي لونه بنفسجي، واكيد الديودرنت برضو الديودرنت لونه بنفسجي، كل حاجه في الفيديو ده بنفسجيه. سو انا اقدر اقول لكم اني ما غشتش ولا مره الحمد لله. عندي هنا برضو البادي سبراي ده اللي هو لونه برضو بنفسجي، انا بعشق ريحته. اوكي يا جماعة، انا دلوقتي في الحمام زي ما انتم شايفين اكيد، ودلوقتي هعمل اهم حاجة في يومي وهي اني اغسل سناني قبل ما انام اكيد. لو شايفين ان عناية حمراء، عناية حمراء ومناخيري كده تحسوا ان هي مش تمام، لانه عندي حساسية حادة وقاسية وكل يوم بتزيد. الحساسية دي طبعا من القطط، وانا عندي قطتين والقطتين دول هما حياتي وقلبي وعمري كله، فمستحيل اتخلص منهم، فهضطر ان انا كل يوم اعيش مع الحساسية دي يعني. فأول حاجة عندي هنا طبعا هي صابون الايد ده، عايزة اجربه دلوقتي لاني ما جربتوش، واكيد جبته سو لازم اجربه. ياي لونه يجنن وريحته كمان حلوة قوي، فخلوني اغسل ايدي. وهي دي فرشة الأسنان اللي هستخدمها النهاردة علشان أغسل سناني، زي ما انت شايفين شكلها حلو قوي وكمان لونها purple، so هنستخدمها. وآخر خطوة هعملها هي أني هستخدم غسول الفم بتاعي اللي لونه بنفسجي، شوفوا ما أحلى لونه. أوكي سأحط شوية منه هنا، وبس جايز انا كده اكون خلصت روتيني المسائي قبل ما انام. دلوقتي هروح وانام في السرير واتفرج على اليوتيوب. ودلوقتي جايز اقدر اقول لكم انه وصلنا لنهايه فيديو النهارده، اتمنى تكونوا حبيتوه، بليز اعملوا عليه لايك واعملوا سبسكرايب لقناتي وفعلوا جرس الاشعارات علشان كل ما انزل فيديو جديد يوتيوب يبعت لكم اشعار انه انا نزلت فيديو. وبس جايز بحبكم قد الدنيا كلها، ثانك يو سو ماتش فور واتشينج، وان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات الجايه. باي جايز.